السلام عليكم. شعار جوجل تحول منذ يوم الاثنين الرابع من كانون الثاني إلى هذا الشكل الذي رأيتموه، وذلك احتفاء بالذكرى 50 لابتكار لغات الترميز للأطفال التي تدخل في مجال البرمجة والتعليم الإلكتروني للطفل، وهي تقنية تهدف إلى تعليم الأطفال تنمية قدراتهم وذكائهم عن طريق البرمجة الذهنية، ومن خلال تجميع أشكال معينة تشكل في النهاية كود الترميز، وهي بذلك تقوم بتحويل الحرف أو الكلمة أو الجملة إلى شكل مختصر يدخل في إطار تحفيز التفكير المنطقي لدى الأطفال. نشاهد الآن الطريقة العملية التي قدمتها جوجل من خلال الضغط على شعارها، حيث ستظهر لنا لعبة طريفة تعتمد على تجميع القطع لتكوين طريق للأرنب لكي يأكل الجزر. وهذه اللعبة تتكون من 6 مراحل تصعب شيئا فشيئا من أجل تنمية مهارة الطفل. لنشاهد.